ومحدش من الأديان الأخرى طلع وقال ده غلط. لا ده في حتة كمان رهيبة، خلينا أطلع لكم نعمل سيرش وإحنا قاعدين. ادخل معايا كده، بص يا مصطفى، تعالى نكتب مستشار رئيس أمريكا الذي أسلم، هيقوم طلع لك مكتوب ايه؟ روبرت كرين. ايه بقى روبرت روبرت كرين دون بيقول لك ان قصة اسلامه، هو كان اكبر مستشاري الرئيس نيكسون رئيس امريكا، وانه هو كان استاذ القانون الدولي في هارفارد، وانه هو كان من كبار الخبراء السياسيين ومؤسس مركز الحضارة في امريكا وكبير مستشاري الامير الرئيس نيكسون. عارف اسلم ليه؟ قال لك ما لقيتش حد كاتب في القوانين زي محمد، منتهى العدل، ومحدش مقسم الميراث كل واحد ياخد قد ايه بطريقة دقيقة زي محمد. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. الكتاب ده ما ينفعش يكتبه بشر، الكتاب ده اكيد اللي كاتبه اللي خلق البشر. لدرجة ان الراجل حتى لما قال ان الراجل بياخد اكتر من الست، شوفوا ان احنا يا مسلمين الوقت بنقعد نخبط في الحكاية دي، قال لك ده في حالة واحدة، ده الراجل الامريكاني قال لك ده في حالة واحدة، لو مات وعنده ولد وبنت الولد ياخد ضعف البنت عشان هو المسؤول عن الصرف، لكن لما هي هتتجوز واحد هتتجوز واحد واخد الضعف لبنت تانية فهو مسؤول يصرف عليها، فهو مش كل حاجة بالتساوي إنما بالتكامل. حد فاهم فاهمين أنا بقول إيه؟ قال لك وفي حالات تانية في القرآن الست بتاخد أكتر من الراجل، لو مات وله أم دي ما فيش حد يصرف عليها، وله إخوة فلأمه الثلث، تاخد التلت لوحدها وهما بقى يقسموا الباقي. إيه ده؟ يبقى فالراجل قال لك لا 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 لا، كان سهل قوي على محمد يقول كله بالتساوي لو هو اللي كاتبه عشان ما يزعلش حد، لكن الطريقة اللي معمول بيها الميراث إن مين هيصرف على مين ومين ما فيش حد يصرف عليه، فلو ما فيش حد يصرف عليه ياخد أكتر الأم، لكن لو ولد وبنت إخوات هي حد طريقة. فاهمين؟ فبناء على هذا الكلام نتعلم ايه؟ بناء على هذا الكلام نتعلم ان يا جماعه ما ينفعش بالعقل يكون هو اللي كتبه، ما يقدرش، كان هيبقى في اخطاء كتير جدا. تقوم الايه تيجي وتقول ايه؟ ولو كان من عند غير الله، اللي هو ايه؟ القران، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.